بسم الله الرحمن الرحيم. باليوم بدنا نحكي عن Customer Relation Management. وقبل عشان نحكي What is Customer Relation Management, في عنا هذا السلايد. بدنا نسمع من الصبايا شو عندهم تعليقات على هاي الكلام اللي مشروح موجود قدامنا كمقدمة ل Customer Relation Management System. نفهم شو يعني Customer Relation Management System. مين بدها تحكي؟ هلا يا دكتور تفضلي. هلا اوكي. ذا فيرست سنتنس بيحكي انه يعني انه معناها الضمني انه مثل يعني مثل بالصين وجود البيانات بعطيها قيمه مثل وجود النفط في السعوديه. بمعنى اخر, معنى ثاني, ثاني انه يعني الصين فيها بيانات والسعودية فيها نفط, يعني كل إشي عطاه قيمة. إنه القيمة يعني الصين ما فيها نفط, فالإشي اللي عطاها قيمة هي البيانات, والسعودية ما فيها يمكن البيانات الكافية اللي جمعوها فعندهم النفط. فيمكن إذا النفط خلى السعودية دولة غنية, فالدارة هتخلي الصين دولة عظيمة. صحيح. أوكي, شو كمان؟ من الصبايا حد بده يضيف إشي على الجملة؟ إنه النفط هو مواد خام للسعودية زي ما الداتا هي مواد خام للصين. حلو. أوكي, شو كمان الجملة الثانية؟ الجملة الثانية بتحكي إنه تمام. هلا احنا بس نعمل سيرش على جوجل, هو جوجل بيجمع معلومات عنا, يعني مثلا موقعنا ايش ان ايش الموضوع اللي اخذنا عنه معلومات عشان هو يعرض لنا الاشياء اللي احنا كنا مهتمين نبحث عنها. اوكي, هذا ثاني. منار, هسا جوجل لما يجي مثلا نكتب مقال وننزله على جوجل, فبخزن جوجل هذا المقال, فلما يجي حدا تاني يبحث عنه فبعطيه هذا الموقع, فبصير معلومات للأشخاص تاني للمقالات أو المواضيع اللي أنا بضيفهم بتصير لأشخاص تاني. فهيك ما بدأ. ياسمين, ست ياسمين, يعني معناها إنه إحنا عم نعمل سيرش على جوجل, هو كمان عم يعمل سيرش عنا, يعني بيجمع بيانات عنا. طبعاً اللي عنده بيانات هي هو هذا الدور اللي بين اللي يمتلك البيانات. Data is power. يمتلك القوة. المعنى الكافي إيه, لأنه في هلا البيانات ممكن إنها ما تكون كافية إنها تكون باور, إنه لازم أول شيء نعملها مثل ما حكينا, نعملها أول شيء كوليكت, نعملها تدقيق, وكمان نعملها تصنيف, وبعدين نحللها لتعطينا good information, يعني معلومة صحيحة. فهذا الإشي اللي بيكون باور. فالبيانات بحد ذاتها اللي معلومات ولا رقم تلفون اسم شخص لحاله هاي لا تعني شيء, ولكن هاي البيانات إذا تم تجميعها collection وتم التصنيف الverification تبع تدقيقها والclassification تبعها اللي تصنيفها تحليلها رح توصل إلى معلومة. هاي المعلومة هي اللي رح تمكنك إنه يكون عندك power. وبالتالي زي ما حكينا كمان, so information is power, data is not power. داتا هي مواد خام, بس الداتا ساينس علم البيانات, الداتا اناليسز تحليل البيانات, كيف تحلل البيانات, هو السوبر باور. سوبر باور. فالاناليتكس هي نتائج التحليلات, المعلومات اللي تنتج, يعني الانفورميشن الاناليتكس هي سوبر باور, هي اللي بتعطيك القوة. فمن يمتلك المعلومة وبعرف يحللها صح هو اللي بيقدر يكون عنده القوة. فبدال ما نقول money بنقول power, يعني اللي عنده power يعني معناته كل هو عنده القوة.
ليش الحرب هلا او في صراع بين امريكا والصين؟ بسبب الداتا. داتا بيج داتا، زي ما حكيتوا هلا انتوا جبتوا الاسم بيج داتا، هيوج اماونت اوف داتا. تذكروا لما قلت لكم اعملوا ريسيرش عن الداتا سنترز تبعت جوجل وتبعت فيسبوك؟ ذكرتوا الداتا سنتر، مراكز البيانات تبعت فيسبوك اللي كلها سيرفرات وهارد ديسكات بتخزن بيانات عن كل شيء. دكتور الداتا وير هاوسز اسمها مستودعات، وير هاوسز وير هاوس يعني مستودع مش مخزن، ستور وير هاوس مكان بتخزن فيه معلومات اكثر من السيرفر يمكن. نسيتوا قد ملاعب فوتبول، 4-5 ملاعب فوتبول كل هذه تخزين. طبعا هاي بتكون موجوده بشركات العملاقه مش بشركات صغيره يعني. بقول لك فيسبوك بس، هلا نعطي مثال شركه صغيره سوبر ماركت هيك جمع بيانات قدر يحللها، يعرف والله مثلا عيد ميلاد كذا بحاجة لكذا، اشترى شغلة في شغلة مكملة، طبعا هذا بصير باور. في حد بيحب يضيف شيء؟ عن هاي العملية ياسمين بالسوبر ماركت عم بيجمع معلومات، هاي العملية بتكون كولكت لسه ما دقق، ما عمل تصنيف، ما عملها فيريفيكيشن تدقيق ولا تصنيف ولا تحليل. عشان هيك كنا نحكي انه الفيوتشر ساينس اللي بده ينجح في مستقبل حياته يشتغل على الداتا ساينس والبيج داتا. اذا بتشتغل في الداتا ساينس كيف تحلل معناته انت بتنجح. اخذتوا مساق احصى وهيك؟ اخذنا دكتور الفصل الماضي. هذا اساس، هذا بس بحطك اول الطريق. اللي ما بيعرف احصى ما راح يعرف يشتغل، ما بيعرف يحلل. حالياً دكتور بناخد تحليل قرارات وكتير بتعتمد على الإحصاء أصلاً.